هاي ايفريون، كيفكم؟ اي هوب يور دوينج ويل. فيديو اليوم هو هول. جبت كم شي تياب من زارا، كثير في منهم بيسكس في منهم لا، بس و a bit of accessories. So I'm gonna show them بهذا الفيديو. I'm gonna try them out. Let's see how they goes. Okay? Let's see how it goes. Anyway, I hope you like the video. If you do, please make sure to share, comment, like, subscribe, do whatever it is that you wanna do. وأنا بشوفكم بالأوترو. Bye. Okay. هفرجي قبل كل شيء و then هنقيس. Okay? لأنه it's gonna take a while. أول بوكس. ما بعرف شو بقلبه لأنه هولي وصلوا كلهم، أنا ما كنت هون بإسبانيا. So I haven't opened them yet. Everything is going right now. هذا الجزدان. جبت منه جرين، جبت منه كمان بلاك. طيب هي what is this كنزي؟ it's a body suit. هلا شفتها انا على البنت، كانت لبستها حلوه كثير. هيدا ذا توب بارت، من هون عندها هيك قلت البت على ال this part here، تبين شوي صغيره وذن بتتكمل كلها وتتبكل. كنزي سمرا لا بكله؟ يس، هذا بكله. كمان حبيتها لأنه الستيل اللي هيك بتضل straight on the shoulders، so it's off shoulders. ما عندي شيء أصفر، ما بعرف إذا هذا اللون حيطلع حلو علي أو يعملني مثل حامضة، بس we'll see. Now في a pair of earrings حبيتهم كثير، كثير حلوين. هيا بوكس نمبر 2. Bigger box. أصلا في كتير كيس ستيل. كنزة سوداء. It has ruffles قبل 7. هيدا ما بعرف إذا مفتوحة من هون. مفتوحة من هون. عندها بتنربط هون شوي مفتوحة. شفتها كانوا عم حاطين معها هي ست، عاملين منها كذا لون مع بانس أسود. كان لها نفس بانس، نفس التكستشري ذاتها، بس ما لقيته. ما بعرف إذا يعني أنا ما بعرف إذا حلوة حتطلع لأنها طويلة. لو إنها أقصر بشوي كانت بس توب، بس it looks very long so I don't think حتطلع حلو كتير honestly. A cardigan لونها burgundy wine red. إلا بكلي من هون، هودي اللي درجوا كتير. أياس أنا في إلي بكذا فيديو، بعتقد فيديو كان مانجو. أياس كنزي بيضة بتشبهها نفس السي اللي عندها، بس one button at the front. مش عارفة بكلها لها شو عم بصير، شو عم بقشع. This is it. هي مفتوحة، جميلة جدا. So far I like it. As you can see عن قريب. The texture is طويل. بس more like autumn، منه كثير للشتوية. أو بالنسبة لي أنا للشتوية، لأنه ما كثير بلبس السيري بالشوي، ما كثير بلبس ياب. Okay, now onto the bags. في ثلاث أكياس بقلبهم أشياء. اوكي هيدي كنزة جبت انا هون، جبت كتير بيسكس لانه اكيد ما لي خلق اروح الجامعة مرات بحال يعني for no reason. ف يا بنية بيسك عادية كتير هيك سترتش ولا من تحت هون. تاني بدنا كروب نفس الشيء، ما فيها شيء كتير سبيسيال. هيدا لونها لافندر، اتس شير، انا بحبه هذا لما تكون كنزة شوي ترانسبيرون. I like this kind of style. A white top. Cup basic بس مرتب. شفتوا هالطويلة مرتبة طويلتها؟ هاي انك تشتغل، هلا انك تشتغل ريتيل من زمان. كنزة كمان بيسك حبة 7، لونها هيك بيج سكن كولر. جبت leather pants. Now اكيد full leather اكيد. لونه بني، كان بتجيب انا الاسود بس ما لقيته so I settled for the brown. ما بعرف اذا حيطلع قد لانه ما قيسوا المحل، بس it looks like انه جبته اكس سمول so it's my size. اوكي هول هن كانوا البيسز. هول هن كانوا البيسز. Let's go for trying them on. انا بحب كثير السيل اوفر سايز، هو اكس سمول بس القطبة تاعيته از هير سو ذس از ماي شولدر اتس رايت هير. لونه هي انا يمكن زعجني لونه بصراحه،
I don't know. اوكي هذا هو هي علي لازم كان البس كعب حلو هذا السين الكلاسيك always looks good عنده أكولات which is nice لأنه منن over the top so far I liked اوكي هيدا اضطريت احط المايك لأنه في عم يفرقعوا برا هيدا اوتفيت هيدي الكنزة هي ها هيدا البانس now I expected تكون ابشع بكثير بصراحة بس طلع شو هيدا اللي تحركته انا بس طلع البانس حلو This is how it is looks nice ما قالوا جياب for some reason بس حلو حبيته هذه هي الكنزة اللي انا فكرتها ما حتطلع حلوة still questionable بس احسن بكثير انها مفتوحة من هون so منا كثير باد بصراحة نقزت هذا الجزدان معهم This is how it looks و هيدا Can you see? What do you think? Should I keep it or should I return it? لأن هيك أنا حبيتها ف I can tuck it in تطلع not bad تطلع حلوة actually هيدا كنز الحمراء Actually I like it Still مع الحلق مع الشورت مع الجزدان What do you think? أنا I think it looks nice حبيته اوكي هيدا الكنزة الصفراء هي مشدودة أكثر لأنه إلها بكلة بتتبكل سو بتصير هي بادي سوت مانا كروب توبي طويلة فهلا شوي صغيرة طالعة واسعة من هون لأنه ما بكلتها ما لي خلق يعني do this process again بس حبيتها كتير توقعت حالي ما حبها وطلع مثل الموزة ساش حامضة بس I did not ما حدا يعلق على شعري عم بوت it's 36 degrees عم اي ستيب كمان for some reason so yeah هيدي الكنزة الحمراء كمان إلا بكلي من تحت كمان ما بكلتها عشان من هون مجعلكة وطلعة سميكة بس لأنه منا مبكلي فمنا مشدودة بس من قدام هيك من هون إلا هي هذا الخط فيك يعني في واحد يعمله هيك إذا ما بده فكرت حتطلع أحلى بس ما كانت هيك هذا الشوب بس أنا حبيت لأنه لونها كتير لونها هيك لافندر لايلا كاستيل بتود بي جود للشتوية في ألبس فوقها مثلا عندي أنا كتير سواتر فاست بتجي هيك قطعة من هون فعندي وحدة بيج بتلبقلا يكون فوق بين بس الايدين بيعطي كونتراست الكالر الباقيين ما حقيسهم لهني بعد في كنسل بنا لانهم بس كان كنزي كان طويل بنا ما في شيء يعني ابدا سبيشل اجان جبتهم بس البيسكس للجامعه انا خلصت ما عادش في شيء بدي اقيسه انا ام دان سو يا ثانك يو جايز فور واتشينج ذا فيديو اي هوب يو انجويد حتى ما كان لي خلق ارجع انا عملت عفس ما لي خلق حتى ارجع الترايب بنحطها هون كرمال لا أكون قاعدة at least no need I can just do this or this thank you guys for watching I hope you enjoyed the video yeah I hope you enjoyed the video if you did you know what to do you can follow my Instagram it's in the description box وكمان the link to my book it's available on Amazon Kindle yeah I hope you enjoyed the video بتمنى تكونوا حبيتوه حبيتوا الأوتفيتس حبيتوا الثياب ما عملت شيء تنسيقات بس عم فرجي أنا شو اشتريت يعني وفيكم تكتبوا لي بالكومنت شو قولكم في لازم ارجعه وشو قولكم شيء لازم اتركه لانه في كذا قطعه انا ما بتردد فيهم كمان so I'm not sure if I should keep them or I should return them so yeah comment down tell me what you think if you have any other ideas for videos that you wanna see please قولوا لي بالكومنت كمان شو عندكم ideas Thank you guys for watching the video. I hope you enjoyed it. بشوفكم بالفيديو next. Bye.